ألا من كان باذلا فينا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معي غدا فإني راحل مصبحا إن شاء الله. اتسنم المنبر واستهل بخطبة حسين الأبطال حول مكترات التفت صوبه يا ويلي يا ويلي والحرم كلها مكترة بجانب عن الناس وقبال عينه ينتخي الضيغم العباس ناشر الراية على الأخو ومفرع الراس والله عجب هالراس كان انفضخ نصف. وحسين يحكي بخطبته كنا سيل سايل كل من يريد النصرتي من هالقبائل يسرع تران من الصبح بضع عن شايل من الصبح باشيل بهلي والشياهين من المدينة بهلي طلعت بليل لظلم يا ويلي من المدينة طلعت بليل لظلم جيت بهلي يا ويلي للبيت الأعظم وأقول بجوار الحرام ما ينسفك دم لأن الأمر جايد بقلبي يا مسلمين. كني براسي فوق راس السمهرية مو هو قال في الخطبة كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوى يعني دول القسات اللي قلنا عنهم البارحة يجعلهم قسات هؤلاء أصبحوا كالذئاب عسلان الفلوات في صورة بشر ذئاب الصحاري تفتك بالحسن. يا ويلي كني براسي فوق راس السمهرية وشني بأوصالي ترضها الأعوجية وهذا الذي خط الباري علي باللوح ما في من مفار عن خطة البيت إلا طاف وسعى بالبيت محمود المعاني يوم الذي فيه ذباح مسلم هاني الحرام حل وزلزلي الركن اليمان وانزع مخيطة وانزع إحرام والحرام كلهم محرمي يا ويلي يا ويلي بشاءات وضحايا الضحيل حجاجي أنا وحسين برضو الطاف بيضحي بعبا وما بني مية عزمهم هاي بطره